ما معنى آية ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد؟ جاءت هذه الآية في سياق التحذير من خطورة المنافقين، ولما كان النفاق أمرا مستترا لا يشاهد الناس إلا ما يظهر على جوارح المنافق من علاماته، أخبرتنا الآية عن أبرز علامات المنافق، وهي أن يظهر الطاعة لله سبحانه وتعالى أمامك، ولكنه إذا ابتعد عنك وفارقك سعى مجتهدا في الأرض من أجل أن يفسد بالمعاصي، بل يتعدى ضرره للبيئة المحيطة فيسبب تلفا للزرع وقتلا للمواشي. والتأثير السلبي للمنافق على البيئة واضح، فهو يرتكب عظائم الجرائم فيمنع المطر وتيبس المحاصيل الزراعية وتمحل الأرض وتموت البهائم وينقطع النسل، وعمله هذا مبغوض لله تعالى فلا يحبه ولا يحب فاعله. وفي تفسير لجنة علماء الأزهر الذين كتبوا تفسير المنتخب، جعلوا التولي في الآية بمعنى توليهم سلطان المسؤولية والرئاسة، فإذا أمسك زمام ولاية يكون له فيها سلطان، فلن يكون سعيه للإصلاح بل للإفساد وإهلاك الزرع والنسل، والله لا يحبه، لأن الله تعالى لا يحب الفساد. وفي التعبير بهلاك الحرث والنسل إشارة إلى عموم الفساد في المدائن والقرى وبين أهل الزرع وسكان البوادي، أي بيان عموم الشر للحاضرة والبادية.